لو اجيت قلت انا لو عملت كذا ما بيصير كذا، لو عملت كذا كان ما صار كذا. طب اسمع قول الله عز وجل، ربنا بيقول لك، بس هاي مش راح يحس فيها الا المؤمن، الا الانسان اللي موكل امره الى الله عز وجل. ربنا بيقول ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها. اي شغله بتشوفها في الدنيا من مصيبه، اي شغله انت بتعتقد انها مصيبه، هي مسجله عند الله عز وجل قبل ان يبرا السماوات والارض. مكتوب في خلق الله عز وجل انه راح يصير كذا وكذا، وراح بالساعه الفلانيه والسور الفلاني والولد الفلاني، ويتحير الاطباء ثم يبرا باذن الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، ومن قبل أن نوجد السماوات والأرض، إن ذلك على الله يسير. طيب يا رب لماذا كتبت؟ قال لك لكي لا تأسوا على ما فاتكم، شان لما شغل تروح عليك بتقول لو عملت هيك كان صار هيك. لا تأس على ما فاتك، ولا تفرح بما آتاك، ولا تفرحوا بما آتاكم، عشان لما ربنا يرزقك ربحة ويجيك مال ما تقول لأنه أنا شاطر، إنما أوتيته على علم عندي زي ما قال قارون، عشان ما تندم على اللي راحك ولا تفرح تبطر يعني باللي إجاك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. معناته المصائب اللي تشوفها بالدنيا مقدرة. أي مقدرة؟ مكتوبة من زمان، هي الآن بتظهر لكنها مكتوبة. إجاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، حبيبه من أهل الدنيا، حبيبه يمكن زوجته، حبيبه يمكن زوجها، حبيبه يمكن جاره، حبيبه يمكن رفيق الصبا، حبيبه يمكن شيخه، حبيبه يمكن معلمه في الشغل، حبيبه. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، إلا الجنة. قال لك يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. لما يكون واحد أهل بلاء وثابت وصابر ويقول الحمد لله، يوم القيامة بصير اللي كانوا معافين بالدنيا يقولك يا ريت كنت زيه في الدنيا. احنا بنقول اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. احنا صح بنقول يا رب إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، لكن هذول اللي ربنا ابتلاهم بفقر، ابتلاه بدين، ابتلاه بشيء من مصائب الدنيا، هذول اللي بقولكم الصبر. الصبر هو سيفتح لك باب الفرج، الصبر هو الذي سيسجل لك جبال من الحسنات، الصبر هو الذي سيجعلك حبيب الرحمن. عمران بن الحسين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان به مرض، كان به مرض وكان شديد الصبر لدرجة أنه كان كلما تألم يقول لك الحمد يا رب، عذب ما شئت من جسدي فلن تسمع مني إلا لك الحمد يا حبيبي. كان مبتلى بالمرض يقول لك الحمد، عذب ما شئت يا حبيبي فلن عذب ما شئت من جسدي فلن تسمع مني إلا لك الحمد يا حبيبي. كانت النتيجة أنه كان يرى الملائكة، كان يشوف الملائكة لكثرة ما كان يقول يا رب لك الحمد. إحنا الدنيا كلها يا أخوان إذا ما فيها صبر تفقد لذتها، ودائما أبدا لو كل الدنيا حلاوة وبقلاوة ومسهل الأمور ودائما نجاح ودائما فلوس ودائما صحة ودائما عافية ودائما ودائما ودائما، كان الإنسان بطغى. لكن ربنا بيعطيك شوية رشحة من هون، بيعطيك شوية ألم من هون، بيعطيك شوية تنغيصة من هون، بيعطيك شوية كذا من هون، عشان ترجع تقول يا ربي لك الحمد، عشان ترجع تقول يا ربي لك الحمد، عشان ربنا سبحانه وتعالى يخليك تشعر بطعم النعمة
اللي انت عايش فيها. وبشر الصابرين، ربنا بيقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لو عليك دين إلجأ إلى الله قبل ما تلجأ للناس، صح امشي واسعى وقول يا ناس مين يساعدني، لكن خلي تعلقك الأول مع الله. لو عندك مرض تعلقك مع الله، لو عندك هم تعلق مع الله، لو عندك مصيبة تعلق مع الله، لو عندك ضيق تعلق مع الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. أي واحد أي شغلة تصيبه قول إنا لله وإليه راجعون، يا رب تأجرني في مصيبتي، حتى لو كانت مصيبتك عبارة عن عجل بنشر. لو المصيبة عجل ببنشر أقول لك أصبعك انقرط، أصبعك مقروط، قول إنا لله وإليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن يصبر يصبره الله، يعني الخطوة الأولى منك بس ربنا بيعطيك الصبر، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. تعال لو الواحد معه مليار، لو أنا الآن بملك مليار وهذا سأل أعطيته وهذا سأل أعطيته وهذا أعطيته وهذا أعطيته وهذا أعطيته، مش تحت لحق على الدنيا. ليش؟ لأن مديونية المملكة 27 مليار، منين أجيب؟ مش كشخص، كأي واحد بسمعني، لو أنه كل إنسان أعطيته طلبه مش راح تلحق على البشر. طب كيف تساعد؟ الصبر. أنت مالك دواء بالدنيا إلا الصبر، صبر على وظيفتك، صبر مرات على مرضك، وصبر مرات على ضعفك، وصبر مرات على زوجتك، وصبر مرات على زوجك، وصبر على ابنك، وصبر على جارك، وصبر على كل الدنيا. لكن يا أخواننا هذا كله لا يمنعك أنك تعيش بعض الحالات مع الله، تعيش لحظات تنسى فيها كل الدنيا، هذا جزء من الصبر. الصبر مش معناته السكوت على الألم على المرار، لا، الصبر معناته تطلع من الضياق الذي أنت من الضيق اللي أنت موجود فيه، تمسك مسبحتك تقول الله 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 الله، فقط تذكر الله باللفظ المجرد، تطلع من إطار الهم اللي أنت فيه وعيش مع الله عز وجل، والجأ إلى الله عز وجل. أنت اليوم مهما كان ظرفك اسأل نفسك سؤال، وين صبري أنا على اللي قاعد بصير؟ بدون صبر هيك إحنا مش ماكينات على فكرة بالدنيا، إحنا مش مكائن، مش حديد، مش معدن، إحنا بشر دم ولحم وعصب. والفلاحين عندنا بيقول لك بني آدم مي وطين، كل شيء بحره. يعني أنت تعال على بركة، قد ما تكون البركة كبيرة ارمي لك فيها حجر بتنحر المي، إحنا كلنا مي وطين، إحنا كلنا مي وطين. مرات كلمة بتحرك بتنكدك، يعني زعلة، مرضى، سيارة عطلت، مرات إشارة ضوئية وقفت عليك بتنحر أنت من جوا. لكن لما تخلي قاعدتك إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، خليها قاعدتك إنا لله وإنا إليه راجعون، والله تجد أن أبواب الدنيا تنفتح قدامك، تجد إنه ربي سبحانه وتعالى هو بيعطيك مدد من عنده، بيعطيك مدد. بدنا نغير اللحن الموجود والنغم الموجودة، الدنيا ضيقة، الدنيا سودة، البلد واقفة، الحسرة، المرض، الكآبة، ليش هيك؟ خلي كآبتك على حالك. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو اللي خرب بيت الناس. قول الحمد لله، قول يا ربي لك الحمد، هينا قاعد بطلع من عمان بروح على عجلون، بروح على إربد، بروح على الكرك، بروح على الطفيل، الحمد لله ما واحد بوقفك على الطريق بقول لك افتح طبون سيارتك، ما في حدا، هي أمان الحمد لله. بودي ابني على المخبز بقول يا باهي ربع ليرة روح جيب لنا كيلتين خبز، بروح جيب كيلتين خبز وبيجي خبز موجود، أكل موجود، فتطلع النعم عشان تقدر تصبر. بس في واحد عايش بعيشك بخزق إبرة، شوف قديش خزق الإبرة بعيشك هناك، تخلي فرجيك الدنيا من خزق إبرة، شيك الصح.
أقسم بالله أنا في قعدات بطلع منها سودة 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 عتمة سودة عتمة. أنا عارف بعد 5 سنين شو بده يصير يا أخي، ضامن حالك لبعد 5 سنين. والله ما أنا عارف الليرة بعد 5 سنين شو بده يصير فيه. الله جعلك لا تضلع بعد 5 سنين وليرة تظل زي ما هي. يعني بمعنى بيجيب لك إحباط، بيجيب لك كآبة، بيجيب لك نكد، طول ما هو قاعد بنفخ، طول ما هو قاعد مصايب، قول طول ما هو قاعد مشاكل. لا ينظر إلى شيء من متع الحياة، لا ينظر إلى شيء من متع الحياة. ولو سألته قلت له متى آخر مرة وردك وقفت قدام وردة، بقول لك يا أخي أنا فاضي، إحنا بلاقين خبز نوكل عشان وقف قدام الورد. مو لأنك يا محترم مش ملاقي خبز وقف قدام الوردة، لأن الورد بيغير نفسيتك. ربي سبحانه وتعالى يفرج عنا جميعا، وربي سبحانه وتعالى يصبر كل مبتلى وكل متضايق وكل واحد عنده حاجة. ربي سبحانه وتعالى أسأله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يلبي لكم حوائجكم ويفرج همومنا أجمعين. قولوا آمين.